بالماء السخنة والصابون تلف وتوليها. تزغل. ومن بعد تتخدم بهذا كان قبل هذا تخدم هاك باش تولي رطبة بس ما بين هذه وبعد هذه تمشي للصبيغة الصبغة باش تجي للوان هذا. هذه كانت توصف الوصف والنوع هذه مش حتى الاسكندرية. من بعد عملوا الشاشية في تشيكوسلوفاكيا اللي عملوا منها الطربوش وهذه لتونس شيرة البحر وهذه الوسط هون والجنوب هذه ولكن ثم قطاع في الوسط اللي عندهم اللون هذا اللي عندهم خدمة مسخة شوية يعملوا الياجور ويعملوا الزيت الياجور. تعرف الياجور شنو؟ لا والدي لا كما الطوب اللي يبنيو بيه الطوب اللي يبنيو بيه واللي يعمل المعصرة متاع الزيت ياخذوا اللون هذا. بعد هذه تتحط على القالب فما برشا قوالب الظريفة وكبيرة وكل باش تحطها من بعد تخدم مرة أخرى باش تخرجها. تربوش هوا 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 لابس البرجيب حتى اللي نشوف ثلاثة أربع شهور